السلام عليكم. نحن هنا في محطة المترو الواقعة أمام مركز تجاري تاع باب الزوار، وهي المحطة يعني الأخيرة ما قبل محطة مطار هواري بومدين، واللي الأشغال نتاع الهندسة المدنية انتهت، أبقت منها دروك يجي الوضع نتاع يعني ليزيكيبمون التجهيزات يعني لي راي و سيستيم دو نافيغاسيون دو كونترول تاع لي فوا. وللعلم انه لو بي ام البورينغ ماشين ولا الحفاره هي الان موجوده ما بين المحطه هذه و محطة مطار هواري بومدين، ذن المحطة يعني اللي راهي تحفر في التينال، والطريقة نتاع يعني نتاع لو بروسيدي دو رياليزاسيون نتاع لا لين هذه تاع الحراش الى مطار هواري بومدين هي انشاء كل محطة على حدة. وكانت البداية في المحطات، واغلب المحطات راهي في حوالي 70 الى 80% من نسبه الانجاز، وفي نفس الوقت يكون فيه انجاز النفق، نفق بواسطه كما قلنا الحفاره العملاقه اللي راهي في الجزء الاخير نتاعها قبل مطار هواري بومدين. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.